أهلا بك زميلي طارق السقراتي من جديد هنا من منعب جيوفخوي غيشار بمدينة سان تيتيان، حيث ستنطلق بعد لحظات مباراة المنتخب الوطني ضد منتخب الأرجنتين في افتتاح دور المجموعات من أولمبياد باريس 2024. طبعا بسرعة التشكيلة ديال المنتخب الوطني التي يعتمد عليها المدرب طارق السكيتيوي في مباراة اليوم. في حراسة المرمى منير الكجوي على مستوى خط الدفاع، أسامة ترغالين ومهدي بوكامير، زكريا الوحدي، وأيضا الظهير أشرف حكيمي نجم المنتخب الوطني ونجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي. على مستوى خط وسط الميدان ريتشاردسون أمير وأسامة العزوزي، العزوزي أيضا اللي كان حاضر مع المنتخب الوطني الأول في مبارياته الأخيرة. على المستوى الجبهة الهجومية إلياس بن صغير النجم اللي تألق مع المنتخب الوطني في المباريات الأخيرة، أيضا بلال الخنوس اللي كان حاضر مع المنتخب الوطني في أيضا في المباريات الأخيرة، وإلياس أخو ماش اللي كان حاضر أيضا وكمهاجم أو رأس حربة، سفيان رحيمي نجم فريق وهداف العين الإماراتي واللي كان أيضا متميز في مشاركته مع المنتخب الوطني الأول. يمكن نقولوا تشكيل متكامل لطريق سكيتيوي في مباراة اليوم أمام المنتخب الأرجنتيني، المنتخب القوي طبعا المتوج بالميدالية الذهبية في الأولمبياد في 2004 و2008. الكرة الأرجنتينية بتألقها في السنوات الأخيرة تتويج باللقب العالمي في مونديال قطر 2022، تتويج بلقبي كوبا امريكا الاخيرتين اللي كانت اخرها يعني قبل ايام قليله او قبل اسبوعين. اذا المنتخب الوطني بنجومه بتجربه مجموعه من الاسماء، في مقدمتها كما قلت اشرف حكيمي بمسانده جماهيريه كبيره، وكنسمعوا هنا يعني الاهازيج والحضور الكبير للجماهير المغربيه. ان شاء الله كل التوفيق للمنتخب الوطني، نتمنوا الانتصار. سنعود اليكم طبعا في كل جديد بخصوص هذه المباراة طارق.